المسلم يتحلى بحسن الخلق. مسلمان بخست أخلاقه من نزان خستك. يدرك بحسن الخلق درجة الصائم الذي يصوم الدهر ولا يفطر. بخبل خست أخلاقه وحسن تعامل باندي دروج دار أجر حاسلي. ودرجة القائم الذي يقوم الليل ولا ينام. أو ده هذا كس مقام ترسيجي تا غد شبي ولا ري منزنكي. لا يؤذي الناس بلساني ولا بيدي. مؤمن خلقه تا بخبل لا سوجب باندي زرر نرسي. يتحلى ويتخلق بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. ده رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخلاقه باندزان خستكي. نعم. يصل الجيران والأرحام وبر الوالدين. تخبلو خبلوانو قاوندينو سرسل رحميكي أو مورو بلار سرنيكيكي. نعم. يحسن إلى الجوار إلى الجيران. دخبل قاوندينو سرخسلوكي. يصدق ولا يكذب. رشتياوي دروغ نوي. يتحلى بالصفات التي كان يتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا صفاته باندزان خيستكي كم ده رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يأتي المحرمات الكبائر. كبائر محرمات حرام شبي كارون لنرازي. الشرك. الشرك نكي. السحر. جادو نكي. عقوق الوالدين. دمور بلارنا فرماني نكي. السب الشتم اللعن. كنزلي طعن لعن نوي. الكذب. دروغ نوي. يذكر الناس من الغيبة والنميمة ذكرك أخاك بما يكره. خلقه غيبتنا كي غيبت دي توي تدخل المسلمان ردس سوي جا غيبت غني. ينقل الحديث من قوم إلى قوم. ديو قومنا ديو زي خلقنا بل زي خلقه تخبري نرسي. شرب الخمر المسكرات المخدرات. شراب سكل مخدرات نشكول. شرب الدخان. دارنج سيجرت سكل. شرب الحشيش الشيشة. دارنج تشرسكل شيشسكل. أكل هذه الأشياء النتنة نسأل العافية السلامة. دا قنداو بدبودار شينا خلل. سماع الأغاني. غاني أوريدل. النظر للنساء. خذو تكتل. مصافحة النساء الأجانب. ده برضو خذو سرلاس ملاوي. اختلاط الرجال مع النساء. ده خذو ده سلوي وزكيدل. يحرص غاية الحرص أن يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. انتهائي زيادة اهتمام بداكي جد رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقه. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. جاء جد الله ده باري وكار بري خذ الله بداكي خستبد لوركي. يقوم الليل. دشبيرا باسيجي. ويجعل آخر القيام وتر. آخري قيام قبل وتر قرزي. يحافظ على الصلوات المفروض الخمس مع الجماعة. بينزب فرز منزونه بان اهتمام ده جماعة سركي. يحافظ مع الجماعة على السنن الراتبة. ده رنج ده جمي ده منسرة ده سنن ده سنتونه اهتمام كي. ركعتين قبل الفجر. دو ركعت ده فجر نمخي. وأربع ركعات أو ركعتين قبل الظهر. سلور ركعات يا دو ركعات ده غرمينا مخي. وركعتين بعد المغرب. ام ده رنج دو ركعات ده ما خام ده من نرستو. وركعتين بعد العشاء. ام ده رنج دو ركعات ده مسخوتن من نرستو. والله أعلم. الله أعلم.